لقد شاءت إرادة السماء يا حضرات المستشارين أن تهب الحياة لموكلتي السيدة عليا شكري، فلقد أنقذها الطب بمعجزة بعد أن أصيبت بثلاث رصاصات. من الذي أطلق عليها الرصاص عمدا مع سبق الإصرار؟ من الذي دبر جريمته البشعة وارتكبها في الظلام؟ من يا حضرات المستشارين؟ إن القاتل هو من حملت الضحية اسمه وحمت شرفه. إن القاتل هو الزوج. لقد دبر ذكاؤه الشرير فأحكم التدبير، صرف الخدم وأرسل سائق سيارته لإحضار صديق عمره إلى بيته، ثم أغراه على احتساء الخمر معه، ولما اطمأن إلى أن رأسه قد دارت استدرجه إلى حجرة نوم زوجته، زوجته التي قامت من نومها فزعة مذعورة على صوت الرصاص، فلم يمهلها هي الأخرى وأسكتها بثلاث طلقات. ولما اطمأن السفاح إلى أنه أمام جثتين هامدتين استدعى الشرطة ووقف أمام المحققين يفاخر بأنه غسل شرفه بالدم. تصور هذا السكير أنه بذلك يستطيع أن يحتمي بنص المادة 237 عقوبات. ولكن القدر أصابه بالصاعقة وقعت على رأسه. إن زوجته لم تموت، لقد كتبت لها الحياة لتعلن الحقيقة، لتكشف المؤامرة، وأثبتت أمام التحقيق تفاهة ادعاءات الزوج. وبماذا ادعى؟ كان يشك في سلوك زوجته. وأي شك هذا حضرات المستشارين الذي يبيح ارتكاب جريمة قتل إصدار حكم بالإعدام؟ فلنعد إذن إلى شريعة الغاب، فلنعطي لكل زوج مريض النفس حق إزهاق الأرواح. إن القانون قد خفف عقوبة الزوج القاتل من الجناية إلى الجنحة في المادة 237 في حالة واحدة فقط، حالة مفاجأته للزوجة متلبسة بالزنا، أي بشرط أن يثبت التلبس، وذلك تقديرا لأثر المفاجأة التي تفقد الزوج وعيه في هذه الحالة. ولكن القانون لم يقل أبدا لأمثال هذا الزوج المريض: اقتلوا، أطلقوا الرصاص، كونوا سفاحين في مجتمع متحضر إذا أصابتكم نوبة من الشك. حضرات المستشارين، إن الحالة التي وجد بها الصديق القتيل وكذلك الزوجة بعد ارتكاب الجريمة طبقا لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي صفحة 277 تحقيق تنفي بما لا يدع مجالا لأدنى شك وقوع جريمة الزنا. ثم هناك شهادة السائق في التحقيق، كلها أدلة دامغة تؤكد نية الجاني في جريمة القتل العمد التي نصت عليها المادة 230 عقوبات. ولذلك فإني أطلب من عدالتكم رفض دعوى الزنا التي قدمها المتهم، كما أطالب بوصف مدعيا بالحق المدني عن موكلتي بقرش ساغ على سبيل التعويض. مخسور قضية في حياته والمستشارين بيحترموه، ما ياخدش قضية إلا إذا كان واثق منها. نعم. الدفاع عن المتهم. أستأذن عدالة المحكمة في ضرورة حضور شاهد الإثبات السائق عبد السلام الخضري لمناقشته، ولسنا نرى له أي عذر في تخلفه رغم إعلانه للشهادة مرتين. لك اعتراض يا أستاذ أحمد؟ أبدا يا فندم، أولا هذا السائق شاهد إثبات بالنسبة لنا، وإحنا اللي طلبنا من المحكمة استدعاءه، ولما لم يحضر إحنا اكتفينا بأحواله في التحقيق توفيرا لوقت العدالة. وأنا أعتقد أن إصرار زميلي على إحضار هذا الشاهد لا معنى له إلا التسويف. لست أدري ما سر المعارضة في حضور هذا الشاهد. يا حضرات المستشارين، نحن أمام جريمة تطالب فيها النيابة العمومية برأس هذا المتهم. إنني أريد أن أسأل وبأعلى صوت، أين ذهب هذا الشاهد؟ أين اختفى وما سر اختفائه؟ قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 27 يناير لإعادة استجواب الشاهد السائق عبد السلام الخضري وسماع مرافعة دفاع عن المتهم. رفعت الجلسة. أنا عاجزة عن الشكر يا أستاذ أحمد. أنا بأدي واجبي عليا يا هاني، أنا مسؤول دلوقتي عن اسمك وسمعتك. يعني حضرتك مطمن؟ عمر العدالة ما خانتني أبدا. قضية الرشوة أخبارها إيه؟ محجوزة لغاية ما سيادتك تشرف. كانت نمرة 3 في الرول وأخروها. تذكرة الديزل إيه؟ تشكر. هيقوم الساعة 3 بالظبط. طيب اسبقني أنت. اتفضل.
انا منتظر منك تليفون بكره عشان نتكلم شويه في حكايه السواق. يومين بالكتير، اصله بيشتغل في اسكندريه. طمني. ميرسي. اسمحي لي. اتفضل. الو، ايه يا احمد ده اتاخرت كده ليه؟ الساعه 2:30 وانت عارف ماما النهارده عندنا على الغدا. معلش اعتذر لك، انت بتالي. انت لسه هتتاخر؟ انا بكلمك من المحطه، نسيت اقول لك ان عندي قضيه بكره في اسيوط. يعني هتبات الليله هناك؟ وهرجع بكره اخر النهار في الطياره. انت دايما تحرجني كده يا احمد، مش عارفه اقول لماما ايه دلوقتي. يا ست هي غريبه، اشوف وشك بخير. مع السلامه. السيجارة لسه مولعة في الطقطوقة وبتولع واحدة تانية ومقلوبة كمان. شو انا البطل الحبوب دي يا احمد؟ معلش الحبايه دي اللي هتخلينا صحصح طول السهر. دكتور عادل اتاخر ليه؟ وفين منى؟ متهيألي لسه عند الكوافير وعادل هيفوت عليها ويجوا سوا. انا عملت شعري من بدري. عارفه يا الهام، لو كسبت قضيه الاستيراد. ايه رايك يا احمد في شعري؟ مش لايق على الفستان؟ لطيفه قوي. كل الناس منتظر الحكم في القضية دي. شفت يا أحمد الأسويرة دي؟ حلوة، جبتيها إمتى؟ ماما بعتتها لي النهاردة هدية. طب وإيه المناسبة؟ طب والله من قايلالك، لازم تفتكر أنت. مش ماركو يا فندم. قول له اتفضل. اتفضل. بونسوار مدام. بونسوار نايت. ناس كله يتكلم المرافقة بتاعت حضرتك في هدية خلتبيس. خلتبيس. تفضلي مدام، دلوقتي بقت تمام. ها ماركة كويس خالص مدهش، يصور واخده دوس زير يطلع فيلم كده. مدام بقى مصور كبير. كبير ازاي بس اذا كان دوس زير يطلع فيلم؟ دلوقتي بقت تمام تمام، حتى بيبي صغير ممكن يصور. ميرسي قوي قوي. العفو مدام. روار مدام. روار مات. مع السلامة. أما يا أحمد آخر فيلم صورته في النادي طلع يهلك من الضحك. ليه؟ الكاميرا كانت خربانة وقعدت تصور على كده. أنا فرجت الفيلم. ما قلتليش. إيه مناسبة الأسورة الهدية اللي عطتها لك ماما؟ ياه، لسه ما عرفتش. مش باين عليها حار. مناسبة كده حصلت لنا من 3 سنين. حصلت من 3 سنين؟ آه، وحضرها المأذون. متأسف يا إلهام. كان لازم أفتكر. فوت، ما أنت نسيت برضه السنة اللي فاتت. إذا كان لازم افتكر السنة دي. أنا كاتب التاريخ في المفكرة. وطبعا نسيت المفكرة ونسيت التاريخ. أنا آسف جدا يا إلهام. الناس كلها بتتفرج على الصيد وانت وصاحبك المستشار فخري قاعدين بتتودودوا في ايه؟ لازم بتتكلموا في قضية. ده استاذي، استاذي في الحياة وفي الحقوق. انت بتحبه قوي يا احمد. طبعا، وهفضل طول عمري معترف بجميله.
ما انساش ابدا ان دفع لي المصروفات المتاخره قبل امتحان الليسانس. شوف انت منهوري لو يبوز ازاي بعد ما خسر. انا قلقان عليه اول يومين دول، بقى كاره شغله، وانا خايف ده ياثر على مستقبله كمحامي. الناس اثرها لي يا احمد، لازم في سبب. يمكن. الدكتور عادل ده وشه غريب قوي. ازاي؟ ما تفهمش ايه اللي وراه، دايما كانه مخبي حاجه في نفسه. معظم دكاتره علم النفس كده. اعرفي ان في راي بيقول ان هم نفسهم مرضى، وحياه بعضهم على كل حال بتنتهي بالانتحار. بس اوعى تقول الكلام ده قدام مراته، مع ان منى بيبقى دمها خفيف موت لما بتتريق عليه. شايف يوسف دمه شربات موت. وايه شرباته بقى؟ الكاميرا بتاعتك هي اللي خلت منظره يضحك. يا احمد ما تخلينيش اقول عليك قلبك اسود. ما يكونش قلب ابيض الا اذا استلطفت يوسف بيه. تصور انك كنت هتتجوزي ولد تافه زي ده. يوسف مش تافه يا احمد، ولو كان تافه ما كانش ابتدى حياته من جديد بعد ما ضيع ثروته. يعني هو ولا ابوه كانوا تعبوا في الثروه دي؟ وايه حياته الجديده اللي بداها؟ فتح لي محل تحف وانتيكا. نفخه كدابه. اه عمل شريف وخلاص. خلاص؟ ما دام معجبه بيه اسكت انا. اخس عليك يا احمد. بقى بعد 3 سنين تقول كده؟ طب ما هو كان قدامه. ما اتجوزتوش ليه؟ يوسف بالنسبه لي اخ، مش ابن خالتي. تحبيني يا الهام؟ لا، بحب واحد تاني. مين؟ واحد سايبني طول النهار ومشغول عني. كله عشانك يا الهام. بقيت بتوحشني قوي يا احمد. وسهلا. ازيك يا عبدو؟ الله يسلمك يا سعادة البيه. اهلا وسهلا. اهلا يا جماعة. ازيك يا الهام؟ ازيك يا مدير؟ ازيك يا هلا؟ ازيك يا هلا؟ ازي صحتك؟ التأخير ده لو كنت قدمت فيها واحدة كنت شفتي نفسي. اشوف اني بتفرج. معلش بقى اتأخرنا مرقتش. يا خبر تجنن تهوس مش معقول. هتاكل من ايدك حتة. تعالى يا دكتور، تعالى اتفرج، تعالى اطوف وشوف. ايه المظاهرة اللي انت عاملاها دي يا منى؟ جبتيها منين يا الهام؟ احمد جابها لي. هي فعلا سهرة رائعة. وايه المناسبة بقى؟ عيد ميلادك؟ لازم قبض اتعاب كبيرة، لازم كسب قضية. النهاردة عيد جواز. يا حبيبتي يا الهام الف مبروك. اخص عليكي ما قلتليش ليه؟ بسيطة، عزومتي ليلادي علينا بقى. مفيش فرق يا عادل. ما تنساش يا دكتور، عيد جوازنا بعد شهرين. قصدك ما انساش الهدية. فرحة الست احمد بالهدية ظاهرة فعلا تستحق الدراسة. ايوه حللها لي بقى يا اخويا، انا عارفه هو هيقول ايه يا جماعه. كل ادوات الزينه تعبير عن غريزه الانثى في المراه ورغبتها الكامنه في اعماق اللاواعي لاكتذاب الرجل. انتوا بتضحكوا، ايه رايكم انها فعلا بتقول كلام علمي؟ ما صدقوش ما صدقوش، انا محللها كويس، بيحاول يرضي غروري عشان يحلل لي عقده نقص الهدايا. بالعكس كلام الدكتور عادل اغلى من اي هديه. عندنا في البلد كام دكتور زي عادل؟ ايوه اترفع له بقى يا ابو كاتو. انا يا الهام يا اختي كل هدايا عادل ليا من الكلام الجميل اللي بيقول عليه احمد. طيب طيب ايه مالك يا احمد؟ لا لا ابدا مفيش حاجه. التليفون ده ضايقك في حاجه؟ الحقيقه كان في بيني وبين المستشار فخري ميعاد وكنت ناسي، كلمني دلوقتي وقال انه جاي. طب بلاش اخرج انا يا احمد. لا 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 مش معقول. انا عندي اقتراح، احنا ناخد الهام معانا والافوكاتو يحصلنا. الحقيقه انا كنت ناوي اقول كده برضو. عال بقيت لوحدي مع 2 ستات، ربنا يستر. يلا بينا يا جماعه. في انتظارك يا احمد. طيب باي باي. مع السلامه. يلا يا استاذه. ايه يا عبدو؟ ما تتاخرش. لا لا مش معقول. اوعى تسيبني لوحدي، انت عارف قد ايه بتحرك قدام الناس وخصوصا النهارده. انا مستعده اقعد. لا لا لا. لا 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 ابدا، روح انت وانا مش هتاخر اكتر من نص ساعه. سلام. لا ما تاخرش. باي باي. سلام.
احمد اتاخر قوي. مشغول يا سيدي في ليله عيد جوازه. الليله دي في صحه الهام عروسه الشله. ان شاء الله العيد الجاي يكون احمد معانا. انا مشغوله عليه، خايفه يكون حصل له حاجه في السكه. عن اذنكم مسأل عليه. انا جاي معاك يا الهام. بتصعب عليا والله، دايما بكسفها قدامي حتى في عيد جوازه. ما تشيليش هموم يا حبيبتي، دول كانوا في البيت اخر انتجام ولا عشاء في شهر العسل. ايوه يا عبدو، انا المدام. ادي تليفون البيه. ايه خرج انت مش سامع؟ علي صوتك. بعد ما خرجنا على طول. ده ميرسي. الهام كل سنه وانت طيبه. انا ما كنتش ناسي. ميرسي يا يوسف. مسؤول عنك بتصريح قانوني من احمد، فانا بطلبك للرقص. تترقص مع مراتك ونرقص مع بنت خالتي. اول رايت. عن اذنكم اتفضلوا. اسمح للعروسه بالرقصه دي. معلش يا يوسف، قصدي تعبانه شويه. انت الليله دي لازم تنبسطي ولا يهمك. ماليش مزاج. تليفون افندي. طيب عن اذنك. غيري ما تقدرش تستحمل اكتر من كده. فعلا اللي بتعمليه ده الهام بطوله. مقدر لاني شايف وعارف كل حاجه. قصدك ايه؟ ولا حاجه. دي حاجه ما تتقالش في التليفون. لازم في حاجه وانت مخبيها عليا. عارف انك تعبانه. اشمعنى بتقول الكلام ده اليومين دول؟ لان الحقيقه لازم تظهر في يوم من الايام. قولي بصراحه، ما تخبيش عليا. لما نتقابل نتكلم على رواقه. خلي بالك من نفسك، تصبح على خير، انا متاسف مضطر اقفل السكه.
يلا على السلامة يا أحمد بيه. رحت لك هناك ما لقيتكيش، لكن برضه انا اتاخرت عليكي، انا اسف. العفو يا فندم. اللي حصل لنادي غصب عني. ليه؟ جنايه معينه؟ تحيه مستعجل؟ زي ما اضطريتني اكذب على اصحابك عشان اداري اهمالك واهانتك لمراتك في عيد جوازنا. انت عارف انا كنت مع مين؟ مع المستشار فخري. طبعا. انت ناسي يا استاذ ان انت قلت لي ان هو جاي لك واخرج انا من هنا وتجري انت من هنا؟ المساله بغايه البساطه. المستشار فخري طبع عليه ضيوف فجاه، كلمني في التليفون، اضطريت اروح له. مش مصدقاني، كلميه في التليفون. يعني المستشار فخري عنده تليفون؟ طبعا انت عارفه النمره. طب سيادتك ما تنزلتش وكلمتني ليه؟ كفايه كذب يا احمد، انا مش قضيه تكسبك كلمتين فارغين من بتوعك. انا ما اسمحش ابدا ان المناقشات بينا توصل للدرجه دي، انا شغلي شغلي مستقبلي حياتي. ايه؟ هو غيرك ما عندوش كرامه؟ ما عندوش احساس؟ تديني محاضره في الاخلاق؟ صدق ما تصدقيش انت حره. Thank you.
مش يوم تقعد تفطر على مهلك. اعمل ايه يا الهام؟ كان لازم اكون في المحكمه من نص ساعه. فين الشنطه؟ احمد. نعم. انت فاضي النهارده بعد الظهر؟ بعد الظهر بعد. ايوه فاضي. في حاجه؟ في عرض ازياء واحنا رايحين كلنا، تيجي معانا؟ عرض ازياء بس وكلام يا الهام، عشان ابقى مسخه. مسخه ليه؟ ما كل الرجاله بتروح مع ستاته، والدكتور عادل والدمنهوري جايين كمان. شاكر الدمنهوري ده ممكن، لان ده راجل مبدأه تضييع الوقت، اما الدكتور عادل فلازم جرى في عقله حاجه. على كل حال روحي انت وانا الليله مش هتاخر. ها؟ ومما يدخل في دائره انتحال الصفات الكاذبه انتحال شخص انه موظف كبير رئيس مجلس اداره مثلا، في حين انه موظف صغير، لان عباره رئيس مجلس اداره تحمل في ثناياها الايهام بانه ذو نفوذ واسع وذو كلمة عالية. لذلك كله عبد الله فندي، لذلك كله يلتمس المجني عليه الحكم بالتعويض المطلوب. عبد الله فندي، عملت لي ايه في القضية بتاعت بكرة؟ أنا عارف إن سيادتك مشغول بكرة في أمن الدولة، وزعتها كلها وفاضل قضية واحدة بس. هاتها يا عبد الله من فضلك. حطها في ملف الحاجة عثمان عبد الغفار. حاضر. يا فندم، قضية الشفعة بتاع الست نفيسة هانم الحيوان، تقديم مستندات ومرافعة. طب ممكن تطلب من الأستاذ منهور يحضر فيها بدالي؟ أيوه بس دي قضية عويصة جدا يا أستاذ، وسيادتك عارف إن محامي القسم فيها الأستاذ إبراهيم رياض. طيب أنا هتصرف يا أستاذ عبد الله. طيب. رجليك يا اخي تحت المكتب. خد عايزك تحضر قضية الشفعة دي بدالي بكره. ايه دي؟ قضية ايه؟ قضية الحيوان اياها؟ لا يا عم افتحلى. فيها مبدأ قانوني جديد هيعجبك جدا. أنا كاتب مذكرة ومجهز كل حاجة. لا يا عم أنا مش غاوي القضايا المدني المعقدة دي. إيه ده؟ إند جيم سامويل بيكت. لسه الراجل المتشائم ده مأثر عليك؟ ده مش متشائم يا أحمد. ده واقعي جدا. الراجل بيقول ان الحياه عبث وكلام فارغ، لانها في النهايه ايه؟ ضياع وموت. يعني عايشين علشان نموت. الموت مصير كل انسان يا شاكر. المصير المجهول. ايه فايده مليون جنيه في ايدك يختفهم في لحظه وغصب عنك؟ تصرف فيهم يا اخي لغايه ما يضيعهم. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. المشكلة في كأن دي. المشكلة في الإيمان، إذا كنت مؤمن يبقى مفيش مشكلة. أنا مؤمن إني عايش. ليه؟ معرفش. ومؤمن إني هموت. ليه؟ معرفش. دي فلسفة إنسان مش مؤمن. الإيمان إن إحنا نعيش حياتنا، وكل واحد يحاول يحقق أمل. وبعد ما يحقق أمله، دايماً في أمل جديد يا أخي. إحنا عايشين في عصر العلم بيخلق فيه للإنسان كل يوم فرصة جديدة للسعادة. العلم هيخلي حياتنا جنة، لكن لازم نشتغل يا شاكر عشان نتمتع بيها. هي دي أزمة الإنسان المعاصر اللي كشفها بيكت. كل إنسان متصور إنه عايش وإن حياته بتتطور إلى أحسن. في الواقع هو بيقدم نفسه هدية للموت، للضياع. أزمة الإنسان المعاصر يا شاكر إن الحياة بتفرض عليه العمل ليل نهار عشان يعيشها، وعشان أيامه في المستقبل تبقى أجمل وأسهل. مفيش حاجة من غير تمن. مفيش وقت فراغ نضيعه. بعدين في المستقبل الوضع هيتغير، وهتبقى أزمة الإنسان إزاي يقضي وقت فراغه. أحلام جميلة زي أحلام الطور اللي مغمين عينيه ورابطينه في الساية، عمال يلف ويدور ويلف ويدور لغاية ما يدوخ ويقع. أنت مخدوع يا أحمد. تفتكر كده؟ أنا عارف إن إحنا مش هنتفق أبدا، وأنا عارف إنك عشان خاطري هتحضر قضية الحيوان بكرة. أنا هحضرها احتراما للحيوان شخصيا اللي بنذبحه ناكله ونقول على نفسنا بني آدمين. سلم لي على بكرة.
تشرف محلات شملان بتقديم عرض ازياء موسم الصيف. سهره ليلى في فستان اسود وجاكيت. الفستان برنسيس بحملات يلبس معاه جوانتي اسود طويل. ليالي الصيف فستان شيفون اصفر ديكولتيه واسع وردة في الوسط. الله الكمام من غير بطاقة. ياه ياه وانتي جني. اسمع من غير تعقيدات نفسية الفستان ده شرياه يعني شرياه. منى صدقيني انت احلى 100 مرة بالفساتين السامه البسيطة. ده فستان معقد. ميادي بنطلون فضي وبلوزة سودا. البلوزة شيفون مشغولة بالخرز. الديكولتي مدور من غير كمام. يتلبس مع البنطلون بوت. الربيع بنطلون وبلوزة مشجرة. البلوزة ساتان مشجرة بورد كبير. إغراء بجامة حمراء بدونتيل اسود. ايه ده كله؟ عجبك يا احمد؟ اوي اوي خصوصا عشان انت اللي لابساه. عارف اسمه ايه؟ حتى الحاجات دي بيعملوها اسماء دلوقتي. اسمه ايه؟ حزل. لا اسمه ايه طبعا. لازم اسمه فعل فاضح في الطريق العام. مفيش دقيقة واحدة تنسى فيها انك محامي. اسمه اغراء. لكن انا مش محتاج لاغراء. كلهم كانوا هيتجننوا عليه الا يوسف كانت عينه هتطلع المانيكان. يوسف هو راح معاكم؟ اه. لكن انت ما قلتليش. طب وفيها ايه؟ لا ما فيهاش اي حاجة بس ده راجل عازب ايه اللي يحشره في وسطكم؟ انا اللي قلت له يجي. يعني كل واحده مع جوزها وانا اللي هقعد في وسطهم زي الارمله. ارمله؟ يعني ايه ارمله؟ يعني في كل حته لوحدي. وانت لما تبقي لوحدك لازم يوسف يبقى معاكي؟ انا عارف انه ابن خالتك لكن الناس تقول ايه؟ الله انت عاوز تقلبها غم وانت ما جيتش ليه؟ انت عارفه ما اضيعش وقت في كلام فارغ زي ده. خلاص يا سيدي خليك انت في شغلك وفي اسرارك. اسرار؟ اسرار ايه يا الهام؟ انت عارفه ما عنديش اسرار. يعني انا اللي عندي؟ مش قصدي تفهماني غلط. على كل حال يظهر ان احنا اتنين اعصابنا تعبانه. يمكن رحله الفيوم يوم الجمعه تريحنا. مش يمكن المحاكم تفتح يوم الجمعه؟ ما تيجي بينا نخرج نتعشى سوا الليله دي. ليه؟ الليله دي مفيش ملزمتين تكون عاوز تراجعهم؟ متهيألي أهل جوزي بيتصلوا بيه وبيرشوا عشان يدور شاهد. يرشو؟ أنا حاسب سيادتك على محكمة الجيزة، عقبال ما أتكلم الست الهانم لأحسن طلبتك مرتين من تليفون أخت المحامي. طيب. أنت تعرفي عنوان السواق في اسكندرية؟ أيوه، شارع بورسعيد 118. طيب، عن إذنك يا أحسن. أنا عرفت كل حاجة بس كنت منتظر إن أنت اللي تقولي. أنا ما قلتش لأني متأكد إن كل حاجة هتبان. بس مش عارفة اسمها إيه. أمال بتقولي عرفت كل حاجة إزاي؟ على العموم مش أنت اللي تهمك واحدة زي دي. أنت مش عايز تقولي اسمها ليه؟ لأن مش هيريحك تعرفي اسمها وخصوصا أنت لوحدك وفي الحالة دي. مش باين إن راحتي تهمك. أنا أتمنى لحظة بحيث إن أقدر أساعدك فيها.
يبقى لازم تقولي هي مين. لما اشوفك هتعرفي كل حاجة. امتى؟ في اي مكان يعجبك. فين؟ انا برج الزمالك شقة 13000 الدور الرابع. لا 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 ما تخافيش، انا لوحدي ومحدش يعرف العنوان ده ابدا. عشان في اجراء مهم لازم احضره ويتوقف عليه الحكم في القضيه. خصومي بيلجأوا لوسائل غير مشروعه وانا مضطر اسافر عشان اخرت اقاوم عمليه تزييف. الو الو خدني معاك يا احمد اسكندريه. وليه التعب ده كله؟ انا حبات الليله بس وراجع بكره. انا خايفه يا احمد، خايفه اقعد لوحدي. خايفه من ايه بس؟ الليله عازمه ماما على العشاء وبكره الصبح هكون هنا. اقعد بقى جنبك. الهام بلاش دلع بقى انا اتاخرت. طلبت من شويه؟ ايوه. كنت عاوز تقولي حاجه؟ لا ما بتردش ليه؟ احمد سافر مش كده؟ ايوه دلوقتي. طب وانت ما سافرتيش معاه ليه؟ ما رضيتيش يعني؟ طبعا يبقى سافر معاها. مين هي؟ هو في غيرها، لما تيجي اقول لك كل حاجه.
الاستاذ عبده السواق. ازيك يا استاذ عبد السلام؟ طيبونا يا سعاده البي. انت راجل شريف يا استاذ عبد السلام. في التحقيق لما سالوك قلت الحقيقه. ليه ما جيتش لما المحكمه طلبتك للشهاده؟ اتكلم بصراحه، في حد اتصل بيك؟ واحنا من اهل ذلك يا استاذ. احنا ناس عايشين بالحلال والحمد لله، والست الهانم من اشرف الستات، وخيرها عليا وعلى عيالي، وانا قلت في التحقيق اللي يرضى ربنا. ده رايي فيك يا عبد السلام. كل ما هنالك وحياه شرف الهانم ان الجماعه كانوا في المستشفى وخرجوا بالسلامه، وخطوتك دي على رقبتي. ربنا يعزك وينصرك عشان تنصف الست الهانم. خد يا عبد السلام عشان تذكره القطر. استغفر الله يا ست هانم، مستوره والحمد لله. معلش ما تنساش الجلسه بعد بكره السبت الساعه 9 الصبح. من الاذان هتلاقي محسوبك على باب المحكمه. يا سلام، ده انا روحك عادي عشان خاطر الهانم. السلام عليكم يا استاذ. مع السلامه. عيد استاذ. مع السلامه يا استاذ. باين عليه راجل طيب. كنت خايفه يا استاذ احمد، اللي عايز يقتل مراته مش بعيد عليه يرشي سواه. بعد اذنك لحظه واحده. الاستاذ احمد سلام. مصر على التليفون. تشكر. ما رديتش برضو؟ لا. تحب نطلبها لك بعد شويه يا متر؟ مفيش داعي، الوقت متاخر وزمانهم نايمين. متشكر قوي. ساعة بطلب النمرة. انت نايم ولا ايه؟ اديلي الست. ايه؟ مسافة الفيوم؟ امتى؟ الصبح بدري يا فندم. يوسف بيه فات عليها وسافروا مع بعض. طيب. يا هانم. نعم. والنبي يا هانم تاخدي شكل، والنبي. حاضر. اضحك. احمد جه الهام. اضحكت عليكي، اضحكت عليكي. يلا يا جماعه يلا. استنى، مالك بتجري كده؟ استنى يا عادل. اهلا احمد، مفيش صباح الخير ولا زيكم. اطمن، الهام معانا. امال هي فين؟ افتكر هناك مع يوسف. طيب. مين؟ احمد؟ مش معقول. يا ابني انا مرفوع عني الحجاب، مش تقول لي علم نفس. ولد. اهلا احمد،
ايوه كده يا اخي، كنا ناقصينك. امال فين الهام؟ هناك مع عادل. شكرا. الله، يتحس ده احمد، حق الهام تبخره. يا ست احنا مالنا ومال حياة الناس الخاصة. الكاميرا راحت فين يا يوسف؟ انا سبتها فين؟ الكاميرا اهي. الو احمد، انا طلبتك امبارح من اسكندريه، كنت فين؟ كنت نايمه. لو كنت في عشر نومه كان جرس ترانك صحاكي. التليفون ما كانش في اوضتي. ازاي جيت الفيوم من غير ما اعرف؟ انا حره. يعني ايه حره؟ زيك تمام. مش فاهم. زي ما سافرت اسكندريه مع الهانم بتاعتك. أنا شفتكوا في المحطة بعناية. أنت بتتجسسي عليا؟ دي موكلتي في قضية كبيرة. موكلتك؟ طب ما قلتليش ليه إنك مسافر معاه؟ وإمتى قلتلك قبل كده على القضايا اللي بسافر فيها؟ أنا سافرت 100 مرة عمرك ما سألتيني. سافرت تترافع مش مع موكلات. أنا قلتلك أنا سافرت ليه؟ وبكرة ممكن تحضر القضية في المحكمة وتعرفي إن كلامي مظبوط. والله موكلتك مش موكلتك، دي حياتك وأنت حر فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تتصرف زي ما انت عايز. الهام، ايه يا جماعه؟ يلا يا احمد، يلا يا الهام، الغدا جاهز، يلا. مش قادرين. رفض كلب. اعترض على توجيه هذا السؤال للشاهد لان فيه ايحاء باجابه معينه. ما تخافش عليا يا استاذ احمد، انا راجل بقول الحق والحق ملوش وشين. أنا يا أستاذ جبت المرحوم وجيه من بيته مش من النادي. أنت كداب! كداب! من فضلك. وفيلا المرحوم وجيه عنوانها إيه؟ أنا ما أعرفش عنوان الفيلا. ما رحتها إزاي؟ أنا ما روحتش فيلل. المرحوم وجيه كان ساكن في شقة في الدور الرابع، شقة نمرة 24، شارع مانس في جاردن سيتي. لكن أنت قلت في التحقيق إنك جبت المرحوم من الفيلا. أنا رجعت صلحت أهوالي وقلت جبته من الشقة. آه. صلحت اقوالك. ايه بقى اللي خلاك صلحت اقوالك؟ انت ناسي يا استاذ ان انا كنت بسئل بعد الحادث على طول والدم لسه قدام عينيا. ثبت انك زرت الست عليا في المستشفى قبل استدعاء النيابه دي. حصل؟ طبعا يا استاذ، وانا راجل قليل اصلا. قالت لك ايه؟ ما قالتليش حاجه عشان كان مغمى عليها ومدخلينها اوضه العمليات. لكن النيابة تمكنت من سؤالها قبل العملية. لكن أنا لما روحت ما كانتش بتتكلم. مع إنك أنت روحت قبل النيابة. يا أستاذ ده أنا اللي شايلها بإيديا ومركبها عربية الإسعاف. يعني كانت بتتكلم؟ أنت كنت معانا يا أستاذ. كداب! كداب! أسكت. وإمتى سمعت ضرب الرصاص؟ بعد ما جبت المرحوم وجيه بيجي نص ساعة كده. يعني كانت الساعة كام تقريبا؟ ما كانش معايا ساعة. ما دي تطلع ايه؟ دي كسبتها بعد الحادث في جرب حظك. المتهم قال في التحقيق انه لما رجع البيت ليلتها عرف منك ان المرحوم وجيه فوق مع الست بتاعته، حصل؟ انا كنت في الجراج في الجنينه، لا شفت اللي داخل ولا اللي خارج، يبقى قلت له ازاي؟ يعني ما حصلش ابدا ان المتهم اتخانق مع الست بتاعته قدامك؟ حصل. كان ايه السبب؟ لعب القمار وسكره ليل ونهار. ما حصلش انه جاء البيت اكتر من مره واتخانق مع الست بتاعته بسبب خروجها من غير اذنه؟ حصل. يعني كان بيشك في سلوك الست بتاعته وبيتخانق معاها قدامك؟ هو كان كل ما يعوز منها قرشين يعمل خناق. من فضلك جاوب عليا بالسؤال بتاعي. يا استاذ ما هي معذوره. الله، محبوسه في البيت ما بتخرجش ما بتشمش هوا. ممكن تقول لنا ايه سبب عدم حضورك للمحكمه رغم اعلانك للشهاده مرتين؟ كان عندي عذر عائلي. ايه هو العذر العائلي؟ جماعتي وضع. عندك اثبات؟ ايوه. اتفضل. تذكرة المستشفى. اتفضل. انت ايه
بس ما تنقلش للشاهد؟ ايوه يا سيدي. طيب روح. السلام عليكم. سافر يا مجرم. من فضلك. ورفع الدفاع. يا سياده الرئيس، التمس من عداله المحكمه التاجيل الى جلسه قادمه للمرافعه. يا سياده الرئيس، انا اعترض على طلب التاجيل، لان الشاهد اللي اصر زميلي على حضوره وادعى ان وراءه اسرار خطيره جه وادلى باقواله، فما الداعي للتاجيل؟ ده اخر تاجيل، اسبوع واحد بس. تقرر تاجيل نزل القضيه لجلسه 16 فبراير لسماع مرافعه الدفاع. رفعت الجلسه. علي هانم، اقدم لك الهام مراتي. علي هانم وكلتي. اهلا وسهلا. الحقيقه انا عاجزه عن شكر الاستاذ، البلد كلها تفخر بيه. ميرسي قوي. عن اذنكم اتفضلي. اديك يا ست شفتي بعينيكي، اظن واضح انها ست محترمه مش واحده من اياهم. والسواق اللي شيء النهارده هو اللي سافرنا له اسكندريه، كنا خايفين الخصوم ياثروا عليه عشان يغير شهادته لمصلحته. طب يا احمد انا مروحه. كلمني تاني. انا الهام، جرى ايه؟ ابعد عني، كفايه كفايه. هو معقول ابعد عنك دلوقتي يا الهام؟ اوعى تجيب اسمي تاني على لسانك. كفايه كفايه. النور مضايقني. ايه مالك؟ قومي اتعشى سوا وندردش شوية. اتعشى انت، انا عاوز انام. انت كسبنا قضية الحيوان. مالك يا احمد؟ انتش على بعضك من ساعة ما رجعت من اسكندرية. ما اخبيش عليك يا شاكر، انا متضايق جدا. اصبحت بكره شغلي. دي أول ظاهرة صحية في حياتك. الظاهر انك هتصاحب بكر زي حالاتي. بكر ايه يا اخي؟ انا بكلمك عن الهام. مالك؟ مش عارف. غيرت. حالتها النفسية بقت منهارة بتحس اني زي ما اكون غريب عنها. كلمني يا الهام، انا سامعك. انا قرفانه من نفسي، مش طايقه ايده تلمسني، عاوز اموت. انا شفتها في المحكمه وهو بيقول لي ان مفيش حاجه بينه وبينها وانها ست شريفه. يمكن
لكن هو السبب، هو المسؤول، هو أناني. أنا من حقي إني أعيش وأحب وأتعب. أنا اديت له كل شيء من غير حدود واستحملت كتير. كنت فاكرة إنه بعيد عني في شغله، بس أنا تعبانة يا عادل. أنا سقمت وأنا اللي دفعت الثمن. ايه يا عادل؟ شايف ايه؟ علاج الهام في ايدك يعني؟ ازاي؟ اذا كانت مخبيه عليها انها بتروح لك. ده شيء طبيعي في حالتها دي. مش عايزه تبان قدامك انها ضعيفه. حالتها ايه وزفت ايه؟ انا زهقت. جت المحكمه وشافت عليا شكر بعينيها، كلمتها سابتني وبوسها شبريني. والبيت قاعده في الاوضه وقافل عليها الباب. الهام ما بتحبنيش دلوقتي يا عادل. ده كلام يقوله احمد سلام. الهام بتعاني من شك، عجز انها تحوله الى يقين. لازم تدفع ثمن اهمالك لها طول السنين اللي فاتت. هي استحملت كتير وجا دورك. دوري؟ خلاص نقفل المكتب ونقعد جنب ست الهام. حياتك اللي فاتت كانت لنفسك بس، مجد الزوج ونجاحه قطعا يسعد الزوجة، لكن إلى حد. يعني إيه؟ يعني إلى الحد اللي ما يحولش حياتها إلى ضياع وفشل. لازم أنت اللي تملى حياتها يا أحمد، كراجل، كزوج، كعاشق، مش كمحامي ناجح بس. لكن يا عادل دي حبتني لأن أنا مكافح وعاوز أنجح. الهام بتعاني من عقدة إهمال يا أحمد، وبتعانيها من طفولتها. عمرها ما حست بعاطفة حقيقية نحوها. أمها وأبوها كانوا في خلافات مستمرة، وهي دايما كانت مهملة قدام خلافاتهم ومشاكلهم. أنت أول واحد أشعرها بالاهتمام بوجودها، وعلشان كده حبيتك. تصورت إنها هتكون شيء مهم جنبك يا أحمد. وليه أصبحت ما بتثقش فيا؟ تمام زي الطفل لما حطم حاجة عارف إنها غالية أوي، علشان يصير اهتمام أبوه ويشعرهم بوجوده. يعني هي دلوقتي بتحطم حياتنا، وعلشان كده جيت انبهك لخطورة الموقف. الهام في حالتها دي ممكن تعمل اي حاجة، اي حاجة، ولو على حساب نفسها. العشاء جاهز يا فندم. طيب روح انت يا عبد. حاضر يا فندم. أرجوك يا أحمد أنا تعبانة. تصبح على خير. عاوزة تليفون؟ ليه ميرسي، خده معاك. مش عايزك تتضايق مني غصب عني. لا لا مفيش حاجة أبدا.
اسمع، ما تسافروا مع بعض اجازه للبنان، ولا تروح تقعدوا لكم يومين ثلاثه في اسوان؟ ايوه بس لما اخلص قبل ما قضيت عليه شكري. والله يا اخي انت عمرك ما هتخلص من القضايا. ثم ان قضيت عليه شكري فاضل فيها ايه؟ مرافعه محامي الزوج وبعدها الحكم. بس لازم اكون موجود. علشان تطلعها براءه وجوزها المسكين يتهفله 10 15 سنه. عاوز راجل احمق زي ده يرتكب جنايتين قتل وشروع في قتل وما ياخدش جزاؤه؟ هو لسه ما خدش جزاؤه. هو حياته ما زي عليا شكري دي مش جزاء كافي. ده كلام راجل القانون زيك برضه يا شاكر. ده كلام الناس كلها. كل اللي عرفوها متاكدين ان كان لها علاقه مع الراجل التاني اللي اتقتل ده، وما خافيا كان اعظم. وافرض ده صحيح، مش من حق اي انسان انه يقتل ابدا. دي مساله لازم تترك للعداله. ثم مفيش اي دليل على خيانتها، وانا متاكد من براءتها. وذنبه ايه جوزها الغلبان انه مش قادر يثبت بالدليل؟ ده راجل متوحش. في اي شرع او قانون الواحد يقتل لمجرد شكوك؟ في شرع الانسان اللي بيدفع ثمن غالي لتصرفاته ومش مسؤول عنها. بك التالي. الو، انا احمد الهام. ماركو فات عليا وجاب الفيلم اللي انت صورتيه في الفيوم. خارجه؟ راح لماما برضه؟ طيب ما تاخريش عشان انا راجع بدري عشان اتفرج على الفيلم. مع السلامه. ما تيجي يا شكل انت ونوال نتفرج على الفيلم سوا. لا والله يا احمد انا عندي مشوار مهم. يا احمد انا اتاخرت قوي. اقعد يا اخي شويه. لا معلش. على فكره انا اصطدت ثلاث بطاط بطلقه واحده، يمكن تشوفهم في الفيلم. حرف اشرك. دراهم ب 10 جنيه؟ ولا كسبان. في القضايا بس. اشوف ارموجرا في المحكمه ومعاك ال 10 جنيه، ها؟ جنيه ينطح جنيه. طيب مع السلامه. دكتور عادل، انا احمد. الهام جاي عندك النهارده مش كده؟ لا والله امبارح كانت متضايقه قوي. طيب لو تسمح بعد ما تخرج من عندك تطلبني في البيت. تشكر قوي. القهوه يا فندم. تشكر يا عبد. ممكن تروح انت النهارده، انا هتعشى بره. حاضر. تمر حياتك قبل ما تطلع.
ايوه الهام انا معك. مش عارفه اعمل ايه يا عادل. انا شايف ان احمد عنده استعداد انه يغير طريقه حياته وشغله ويدي لك كل حقوق الجزوجه. ده اللي تعبني اكتر. انا عارفه ان احمد بيعمل مستحيل اليومين دول عشان يرضيني. وده دليل على انه بيحبك. انت عندك شك لحظه واحده اني بحب احمد. ما دام في حب تبقى الحياه دايما ممكن تبتدي من جديد. ده اللي بحاوله مع نفسي. يا ريت اكتر. انت لسه بتشكي ان احمد كانت له علاقه مع عليها شكري؟ لا انا اللي فهمت غلط. يبقى ما فيش مشكله. المشكله عايشه معايا انا بس. انا تسرحت في لحظه حسيت فيها ان الوفاء ملوش مكان بينا. كرامتي كانت كل شيء بالنسبه لي. احيانا بتدفعنا الى تصرفات في ظاهرها ارادي وهي في الواقع ضد ارادتنا وسلوكنا الطبيعي. واي حاجه انت عملتيها في لحظه غضب احمد مسؤول عنها. احمد شريك في المسؤوليه. انا عاوز اصرح بكل شيء. عاوز اعيش معاه زي الاول من غير غش. يا ريت اقدر. مسألة أكبر من إني أخبيها عن ابني أحمد. اتفضل يا فندم. خير يا أستاذ فخري. خد سيجارة أولاً واملك أعصابك. شوف يا سيدي، الخبر اللي حقوله لك دلوقتي يمكن يكون اخطر خبر في حياتك. مستقبلك متوقف على القرار اللي هتتخذه دلوقتي. مفيش داعي للمقدمات دي كلها يا استاذ فخري. انا عرفت كل حاجه. عرفت ازاي؟ مش حاجه تستخبى. مش ممكن. محدش يعرف الحكايه دي غيري انا و مين تاني؟ الوزير بس. ايوه يا سيدي. ايه يا احمد؟ انت مهزوز من مسؤوليه المنصب الجديد ولا ايه؟ تاكد انك هتشرف بلدك. انا بفكر اعتذر. تعتذر؟ مش عايز اعيش في الخارج. انا مقدر طبعا يا ابني انك بتفكر في ارادك الكبير من المحاماه، بس الحياه مش دايما فلوس. مساله الفلوس دي ما خطرتش في بالي ابدا. امال ايه يا اخي؟ لا انا ما كنتش استاذك ما كنتش احس ان في حاجه شغلاك ومضايقاك قوي كمان. فعلا انا ما اقدرش اخبي عليك حاجه ابدا. خير ايه؟ بعد العمر الطويل ده كله طلعت مغفل كبير. احمد سلام مغفل كبير؟ وفي ايه بقى؟ في قضيه عندي بكره ضميري فيها كمحامي مش مستريح. عاوز انسحب. قضيه ايه؟ قضيه قتل بسبب خيانه زوجيه. انا فيها مدعي بالحق المدني عن الزوجه. جوزها قتل عشائها وحاول يقتلها هي كمان. طيب وانت ايه اللي تعب ضميرك؟ إن الزوجة هتطلع براءة بكرة. والليلة دي بس اكتشفت إنها كانت جوزها فعلا. وقع في إيدي بالصدفة الدليل على كده. دليل على إنها كانت في حالة تلبس
لما الزوجة أطلق عليها الرصاص؟ لا، إنما الدليل على إنها زوجة خاينة، صورة لها هي وعشائها، هم بيبصوا بعض. والعشيق اللي كان بيبصها ده هو نفسه اللي ظبط جوزها معاها ساعة ما أطلق عليها الرصاص؟ معرفش، بكل أسف الصورة مش واضحة، الصورة متاخدة من ظهره. وده كلام يقوله رجل قانون، انت محاميها في وقعة محددة، هل كانت في حالة تلبس لما الزوج اطلق عليها الرصاص؟ لكن ازاي استمر في الدفاع عن زوجة خاينة؟ مدام بريئة امام القانون في الحادث المحدد اللي انت محامي عنها فيه، فلازم تستمر في الدفاع. القانون غلط، الزوجة الخاينة تستحق القتل لانها جرثومة، اكبر فساد يهدد المجتمع. ايه ده يا احمد، انت النهارده بتتناقش بطريقه عاطفيه غريبه قوي. يا ابني الماده 237 من قانون العقوبات لما خففت العقوبه عن الزوج وخلتها من جنايه لجنحه وضعت شروط صعبه. اولا لازم الزوج يفاجئ الزوجه ويرتكب جريمته في الحال. ثانيا لازم الزوجه تكون في حاله تلبس كامل، ودي شروط من الصعب اثباتها، وانت سيد العارفين. والقانون يا ابني عمره ما اعطى الانسان حق القصاص، والا المجتمع يصبح فوضى. ما يبقاش فوضى لما الزوج يعرف ان مراته خانته وما ينتقمش لشرفه. لما يتاكد انها بتخونه فعلا ومع شخص بالذات يبقى يطلقها يا اخي. يتاكد ازاي؟ يراقبها، يعرف بتخونه مع مين ويقول لها مع السلامه. يطلقها بعد ما تلوث عرضه. هو ده الحل. ايه ده يا احمد؟ انت عاوز ترجع بالحضارة الى شريعة الغاب؟ شريعة الغاب في بعض الاحيان اشرف من قوانين الحضارة. والله يا ابو حميد هتوحشني مناقشاتك القانونية. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ولا اقول لك نبقى نتناقش بالمراسلة. اهلا. اهلا استاذ فخري. بارك لجوزك يا ستي. احمد خلاص هيتعين عضو وفدنا الدائم في الامم المتحده. مبروك يا احمد. لا، اللي يستحق التهنئه انت يا الهام. انت اللي شجعتيه، وانت اللي وقفتي جنبه بكل حب واخلاص لحد ما وصل للنجاح ده. انا اتفضلوا استريحوا عن اذنكم. الله، قول لي هنا يا شيخ احمد، انت يا اخويا خدتني في دوكه. مين اللي قال لك على الخبر ده قبل مني؟ اي خبر؟ وبعدين وياك بقى يا سي احمد، خليك معايا وسيبك من موكلتك دي. لا، ده انا كان قصدي على حاجه تانية خالص. كده؟ طيب يا سيدي الف مبروك، وخلي بالك من نفسك يا احمد. شكرا قوي، مع السلامه.
نفيسه يا احمد اللي سبتوك وطلعت فوق. الف مبروك. تشكر. كل النجاح ليا، انت صاحبه الفضل فيه. الكلام ده من قلبك يا احمد؟ طبعا. لسه بتشك فيا ولا ايه؟ امال مش باين عليك فرحان بالمنصب الجديد وقاعد لوحدك وقافل الباب؟ لا لا، ما بس كنت بفكر شويه في القضيه بتاعت عليا شكري. اخر جلسه قربت ويمكن. انت مش بتقول انك متاكد من براءتها؟ ما بقتش متاكد زي الاول. المحامي لازم يعمل حسابه لكل احتمال. مين عارف، يمكن افاجئ في اخر جلسه بدليل على خيانتها. انا شايفه انك غيرت رايك فيها يا احمد. الدليل اقوى من الراي. انت لاحظت عليها حاجه؟ هي اعترفت لك؟ لو كانت اعترفت لي ما كنتش قبلت قضيتها. انا مش محامي اتعاب، وانت عارفه كده كويس. مستحيل ادافع عن زوجه خاينه. هو المحامي ما يدافعش الا عن البريء. مش جاهز اندفعت لتصرف غصب عنها. مش يمكن جوزها هو اللي دفعها للغلط. محدش يعرف ظروف الناس ايه يا احمد. الزوجه الخاينه ملهاش عندي اي عذر. وليه بتتكلم بعصبيه كده؟ لا لا ابدا، بس المناقشه خدتني. على فكره انت جبت معاك الفيلم؟ نسيته في المكتب. هتطلع فوق؟ معلش عندي ملف قضيه لازم اقراه. طيب انا هطلع. اتفضلي. عاوز اقول لك حاجه يا احمد. في حاجه؟ ما تقعدي يا ايهاب، مالك مضطربه كده ليه؟ انا متضايقه من نفسي، حتى اني بقيت حمل تقيل عليك، وانت كمان متضايق مني يا احمد. انا ابدا ابدا، انا متضايق لاني شاعر انك ما تثقيش فيا. انت متضايقه من نفسك ليه؟ يعني انت زعلان مني؟ اللي حصل بينا ده حاجة عابرة، تحصل كتير بين الأزواج، خصوصا إذا كان في بينهم حب وإخلاص. أنت لسه بتحبني يا أحمد؟ السؤال ده معناه إنك لسه بتشك فيا. أنا؟ أبدا. أنا متهيألي إن في حاجة شغلاك. بقينا الفجر وأنت لسه ما نمتش. فعلا مش قادر أنام، لاني مش عارف اوصل لقرار. اللي حصل لي كان مفاجاه ليا، يمكن تغير كل مجرى حياتي. ايه اللي حصل؟ في حاجه انت مخبيها عليا؟ ايه رايك، اقبل المنصب الجديد ولا ارفضه؟ اعمل اللي فيه مصلحتك يا احمد، انا موافقه على اي قرار تاخده. أنا فعلا اتخذت قرار، دي خطوة مهمة للمستقبل، وما دام أنت هتبقي معايا أنا هكون مطمن مستريح. على فكرة، إيه رأيك نعزم أصدقائنا كلهم هنا على العشاء ونعمل سهرة كبيرة
ومناسبة الوظيفة الجديدة. اللي تشوفه يعني. ونعزم شلة الست كلها. السهرة دي هتبقى حفلة تكريم ليكي قدام كل أصدقائنا. أنا من غيرك يا إلهام كنت أبقى ولا حاجة. أنت دلوقتي تروحي تستريحي وتفكري في فستان جديد للحفلة. احمد سلام عدو بكة اللدود. مين قالك ان لسه عدو؟ ايه خلاص بقيت من انصاره؟ من انصار العدم؟ عدم وجود فشل كل واحد. في صحة عمر الخيام واحمد سلام واخونا بكة الهمام. لغاية كده وكفاية. تعالى بقى معايا قبل ما تقع قدام الناس. وماله ما اقع قدام الناس. لا والله. اهلا إلهام مبروك. ازيك يا منى؟ هلو ازيكم؟ الف مبروك يا احمد. ولو اننا هنتحرم من وجودكم معانا في مصر. دام الهام معايا الدنيا كلها معايا. اصل انا راجل اناني. اتفضلوا. اديك شايف انا بطبق العلاج بتاعك بكل دقه. بس في حاجه ما تفوتش على ذكائك. سيبك من حكايه ذكائي دي. المهم ان اهتمامك يوصل الهام فعلا. تخلى شويه عن منيتك يا مطعم. ادينا حسيب المهنه كلها يا سيدي. احكم على حياتك ظروف القاضي وانسى ان القسم في الموضوع. قسم مع مين؟ مع نفسك. يا اخي يا اخي سيب الراجل يحيي ضيوفك. مش كفايه عليك زباين العياده؟ الف مبروك يا احمد. دي اسعد ليله في حياتي. انا بحسد الهام. شكرا. شايف يا دكتور؟ شايف الحفلات؟ انا عارفه انت ليه ما طلعتش معايا. اكيد شيزوفرينيا. تاني؟ تعالي. اسمعوا يا جماعة اسمعوا حضرات القضاة والمحامين والمستشارين والدكاترة وجميع المعزومات والمعزومين، لقد قررنا دعوتكم جميعا في منزلنا العامر غدا اي بكره. انا هعترض. عزومه بكره عندي انا في البيت. الحكم صدر خلاص. بس بس ولا انت ولا هو عندي انا. اشكركم جدا على شعوركم ده. انما انا بكره مشغول جدا. الصبح هيصدر الحكم فضيله عليا شكري. وبعد الظهر انا مضطر اسافر اسوان. عندي هناك قضيه ما تحتملش التاجيل. اخر قضيه. يا حضرات المستشارين، ان الظروف كلها قد تجمعت للتآمر ضد هذا الزوج المطعون في عرضه الذي راى بعينيه زوجته الآثمة تلوث شرفه، فتصرف كما ينبغي أن يتصرف أي رجل كريم في موقفه. أخرج المسدس وأطلق الرصاص على الزانية وعشيقها. وها هو ذا اليوم يا حضرات المستشارين وراء القضبان ينتظر كلمتكم، كلمة الحق والعدل. كان موكلي يا حضرات المستشارين قبل زواجه مهندسا ناجحا
تتحدث الصحف عن نجاحه وكفاءته، ولكن هذه الخائنة قامت بتقويض كل ذلك. قتلت نجاحه بالسم البطيء، أشعلت في قلبه نيران الشك في سلوكها، حتى تحول إلى كيان محطم يحدق في وجوه الأصدقاء، يبحث عمن يخونه منهم مع زوجته. شبح مخيف يا حضرات المستشارين، كان يطارده الليل والنهار، شبح زوجته في أحضان عشيقها، حتى عاد إلى بيته ذات ليلة فرأى الشبح حقيقة وأطلق عليهما الرصاص، وكان ما كان. يا أستاذ رفعت، المحكمة بترجوك إثبات وقائع التلبس بالزنا، ده محك القضية في تطبيق المادة 237 عقوبات أو عدم تطبيقها. عندك أدلة جديدة يا أستاذ؟ أنا في سبيلي إلى ذلك. حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى الزنا، والحكم على إبراهيم عبد السيد بالأشغال الشاقة 15 سنة مع الشغل والنفاذ. انتهت الجلسة. ربنا يتقن منك، ربنا يعفو من كل شيء، من القانون والمحكمة. اسكت ما تكلمش، تعال معانا اطلع. مبروك يا أستاذ، الحقيقة أنت أحسن محامي في مصر. ألف شكر يا أستاذ أحمد. أنت اللي حظك كويس يا علي هانم. أقدر أفوت على حضرتك بعد الظهر عشان مؤخر الأتعاب؟ أظن السواء هو الاستحقاق مؤخر الأتعاب مش أنا. استنى منك ترنك اول ما توصل. ما اظنش هوصل بالليل متاخر، ما احبش ازعجك. بالعكس انت هتريحني خالص، انا هستنى جنب التليفون كده. Thank you.
سمحتش يا احمد؟ فاتني القطر واجلت القضيه. اتفضل اتفضل وقت كده ليه؟ امال فين الهام؟ خير في حاجه؟ لا اصل نوال قالت لي انها هتفوت عليها فقلت اجي اخدها من روح. نوال قالت لك كده؟ هيبقى لازم خرجوا سوا زي ما هم راجعين. تعال تعال ناخد لنا كاس وندردش شويه لغايه ما نرجع. بالك حاجه؟ تقفل الباب دي. عاوز افاجئ الهام. بس ما تعرفش انك تفرقش. اتفضل. نفسي اقول لك حاجه يا احمد. ما تشربش ليه؟ اشرب. صحتك. عايز تقول ايه يا ترى؟ بصراحة أنا عاوز أخلص من القفص ده اللي اسمه جواز. وقصدك بالقفص ده طبعا نوال مراتك. نوال؟ أي نوال في الدنيا؟ عاوز ألاقي حاجة جديدة، عيشة جديدة، أنام زي ما أنا عايز، آكل زي ما أنا عايز، حرية، حريتي يا أخي. بس دي أفكار قديمة يا شاكر. كنتش بتحب؟ أنا بحب. ليه؟ باين عليا حاجة؟ حركاتك، تصرفاتك اليومين دول، حاجات كتير في عينيك بتقول كده. صباح على خير بقى يا الله. ما تيجي شوية يا يوسف؟ لا معلش، أصل عندي مشوار مهم. تعالى خد فنجان شاي معايا. لا معلش. أحمد. مفاجأة طبعًا، مش كده؟ انت ما سافرتش يا احمد؟ فاتني القطر واجلت القضيه بالتلغراف. ازيك يا يوسف؟ كنتوا فين؟ اصل الهام يا سيدي كانت عايزه. اصلي حسيت ان انا متضايقه لوحدي، كلمت يوسف عشان افوت على ماما وروح السينما. ماما راحت معاكم؟ لا ما رضيتش تيجي معانا، رحنا احنا الاثنين بس. طب عن اذنكم امشي انا بقى. لا تمشي ازاي؟ هو ده معقول؟ في فرصه احسن مني نسهر فيها سوا؟ في واحد صاحبنا جوه على كل حال، حضر لكم مفاجأة هايلة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه يا ترى؟ تبقى مفاجأة زي قلت لكم عليها. خش يا يوسف. أهلاً أهلاً إلهام. إزيك يا يوسف؟ أهلاً. إزيك يا شاكر؟ أمال فين نوال؟ نوال؟ ما شفتهاش. دي قالت لي إنها جاية تسهر معاكي وعلشان كده أنا جيت. غريبة أوي. جايز جت وانا بره. اتفضل. مرة واحدة كده؟ ايه أعصابك تعبانة؟ لا أبدا ولا تعبانة ولا حاجة. أنا بس بسخن نفسي للمفاجأة. إيه هي بقى المفاجأة؟ أما أنا بقى فعن إذنكم بروح أشوف مراتي فين وأسيبكم أنتوا للمفاجأة بتاعتكم. وده معقول يا شاكر؟ السهرة ما تحلاش من غيرك. ما تضرب لها تليفون تخليها تيجي. فكرة. ألو نوال؟ كنت فين؟ طيب لما ما لقيتيش إلهام مش كنت تضربي لي تليفون تقولي انك رايحه عند فوقيه؟ اه لا سهران مع احمد والهام ويوسف. طب ما تيجي تسهري معانا. هتاخدي حمام؟ طب انا هسهر مع احمد شويه. مع السلامه. اديها لنا عزمه. قفلت السكه. هي من عادتها تاخد حمام سخن قبل ما تنام. طب اقعد انت بقى واستعد تتفرج على اول نمره في برنامج السهره. دي المفاجاه اللي كلمتكم عنها. فيلم الصيد اللي صورته الهام.
فيلم تاني؟ بقى هي دي المفاجأة الهايلة؟ يا اخي سيبنا روح. خدني معاك يا يوسف. مستعجلين ليه؟ بقول ده فيلم الصيد اللي هتشوفوا فيه نفسكم. يا عم انا لسه شايف فيلم مدوخني. انا هي تعبت عايز اروح انام. خمس دقايق بس. وانا اضمن لكم تفوقوا وتصحصحوا. خلاص بقى ما تقعد يا يوسف. شاكر. افرد الشاشة من فضلك. اطفي النور لو سمحت. شايف نفسك يا شاكر؟ انا مراهنك على 10 جنيه يا احمد، فاكر؟ ما تبصليش، خد بالك من اللي جاي. الواد دمه خفيف قوي. الدرجات المنظر اثر على اعصابك يا ست هانم؟ مين هو؟ انطقي! كان ناقصك عشان تعملي كده. انطقي! احمد! اقعد يا احمد مش كده؟ اقعد! بقالي يومين وانا زي المجنون. عايز اعرف مين الشهم اللي بيواسي مراتك وحدتها. مفيش غيركم انتوا الاثنين اللي شربتوا هنا. شربتوا هنا وانتوا عارفين انا غايب في اسوان. انت بتخرف تقول ايه؟ اخرس! حضرتك جاي تسال على مراتك هنا. وبعدين الست دخلت الحمام. وانت الست لقيت نفسها تعبانه فطلبتك عشان تروحوا مع ماما السينما. سينما قال ارجوك يا احمد تمالك اعصابك. انت عارف كويس ان دي مش اول مره اروح مع الهام سينما. لكن دي اول مره اكتشف فيها اني مخدوع. دي مساله شخصيه بينك وبين الهام، ممكن تسووها لوحدكم. فعلا انا اسف يا احمد ان احنا موجودين في ظرف زي ده. يلا بينا يا يوسف. استنى عندك انت. هو انا لازم اصفي الموقف ده حالا. تعال يا احمد سيب المسدس ده من ايدك. انت انت راجل مثقف، راجل قانون. انا راجل بدافع عن شرفه وكرامته بس. خاين فيكم اعترف قبل ما اخلص عليكم انتوا ثلاثه. ارجوك يا احمد انت مالك اعصابك. انت صحيح ممكن تموتنا كلنا، لكن فكر في اللي هيحصل بعد كده. فكر في الفضيحه، فكر في اسمك، فكر في مستقبلك. ممكن تسيبوا بعض يا اخي، تطلقوا وكل واحد يروح لحال سبيله. اطلقها وكل واحد يروح لحاله كده ببساطه. اطلعها عشان تفضى ليك ولغيرك والناس تشاور عليها وطول طريقها. ارمي المسدس يا إلهام، ارمي من الشباك. ليه عملت كده؟ إلهام، إلهام شاكر، اسعاف اسعاف بسرعة. الدكتور، الدكتور حسني لتحت. إلهام ريحي نفسك. إلهام سيبني شوية لوحدي يا يوسف. ناقصني انت
ما اتجوزناش غير شهر واحد بس، شهر العسل، وبعد كده بعدت عني وانشغلت بأعمالك ونسيت ان انا اهم قضية في حياتك. انا كنت بشتغل ليل ونهار عشانك انتي، عمري ما طلبت منك حاجة أبدا، كل اللي طلبته حبك. ألو إلهام، إلهام ما بتردش ليه؟ إلهام أنت لسه زعلانة مني؟ ردي عليا من فضلك، انا مش عايز منك حاجه ابدا غير اني اسمع صوتك وحياتك. مين انت؟ مين انت؟ ازاي كنت هتقتل اتنين ابرياء؟ لازم اعرف مين هو. ليه؟ عشان تدور عليه وتضيع مستقبلك. مين هو؟ واحد ملوش اي قيمه في حياتي، اعتبرني قضيه وخسرتها. إلهام، إلهام، المكتب